توقعات الفلكية من السبت 7 آب حتى الجمعة 13 آب مع عالمة الفلك جمانة أبيسي. أهلا وسهلا بجمانة، ونبدأ مع الحمل كالعادة. الحملة انت عم تقولي عم بلش بالحلقة وانا عم فكر بمولود الحمل، بقول لك شو بدي اسمع كمان هالاسبوع مسكين مولود الحمل، هالاسبوع كمان فات بكآبة وان شاء الله تطلع منا مولود الحمل. برجع بقول انه اشهر الشمس بتعمل لهيدي الامور، بتعمل كآبة قلة رزق، ممكن يكون قلة الرزق يعملوا كآبة خاصة الرجل الحمل اكثر، وحتى المرأة الحمل ان كان بالعاطفة او بأي شيء تاني. وانا قلت له تحديات مع الشريك الاسبوع الماضي ما يستعملها، بفتكر استعمل هذا الموضوع لانه ما بيرد على حدا مولود الحمل ان كان امراه او رجل، عنده كثير هو اكبر دائره ناريه بالافلك بالفلك، فمش او بالابراج فينا نقول، فمشان هيك حطوه اول واحد واعند واحد حطوه اول واحد، وما في يسكت على كلمه مشان هيك حطوه اول واحد، ما في ما يرد ما في لينا يعمل ما في ما عراسه. في، فمشان هيك حطوا اول واحد لانه ما بده هلا هن لقوا اول واحد بالفلك، بس سبحان الله تعالى يمكن ربنا بيعرف يخلصوا منه، يلا حطوا زيح خلص. حطك اول واحد لحتى نخلص منك هيدا وبعدين نشوف البقايا. ثور. فما رد على كلامي، فهلا بكآبة يمكن بسبب خصام حب شريك، خصام هذا تأجلت سفرته اللي هو كان متواعد هو إياه يسافر هو إياها أو لغاله إياها بالأحرى، ملغي سفرتك فطول بالك شوي، عرف كيف تتودد لإله أكثر. وهلا عمليا أنت عم تبلش الأمور يمكن تتيسر شوي، تبلش تفتش تبحث عن باب مفتاح صغيرة باب كبير، فهذا رح يصير. بس برجع بقول لك أشهر الشمس والمريخ كمان بيمشي عكس تياره، عكس بيكون يعني عكس دائرته الفلكية، فمشان هيك ما بيكون مرتاح مولود الحمل بأشهر الشمس، وانت ناري وشهر اب اللهاب نحن عنا اياه، عشان هيك فعد بالبيت هالثلاث ايام واستعمل مي وثلج وما ورد وثلج لحتى كل شرايينك هيدي العصب اللي جواتها وهالنار الخامتة جوا داخل جوا تخمد عنده او تبرد عنده بالاحرى، لانه هيك ما راح يمشي الحال لمولود الحمل. اما بالنسبه لمولود الثور الثور عم يطالعك هيك وعم بيقول لك انا هلا سافرت الاسبوع الماضي تاتا اعمل انا وياك عمل، فهلا يمكن اجل انه يعمل مولود الثور شراكه مع مولود الحمل. فمولود الثور على عم ارباح ما شاء الله طائله، امورك الماديه عم تتحسن، اشخاص عم يساعدوك بالعمل، فتوحات جديده، تطورات جديده بامورك العمليه اكثر شيء، رؤسائك مبسوطين منك او ممكن تتعرف على رئيس ينبسط منك برا، لانه هلا هو كل مواليد الثور لينا برا، وخاصه الثور اللي بدي اقول الميزان والثور اللي هن خاصه بس بالامارات فقط، قطر بياخذوا شوي منا بس الامارات لانه هي زهره لإلهم، والثريا نجم الثريا نجم ثريا نجم المطر اللي هو 7 انجم، فدائما كل المواليد الثور والميزان الموجودين بالامارات ال5 امارات يعني ياخذوا نقول 5 امارات ولا اماره اماره ايه 5 امارات يعني مش هيك سموها الامارات، ف5 المناطق الموجوده الشارقه وابو ظبي ودبي وعجمان يمكن كمان عجمان والعين بفتكر بس راس الخيمة وراس الخيمة كمان يعني هاي صاروا 6 إمارات هنا 5، يعني المهم الأهم إنك تاخد إيدك اليمين هتلاقي نجم السورية لما تشوفه، هي بتظهر كتير بشهر آب لما تشوفه، شو ما بدك ادعي لأنه حتى يزيد الخير خيرين وأمورك كتير منيحة. بالنسبة لمولود جوزاء الجوزاء صحته كتير منيحة، فحوصاته كتير منيحة الآن على صحته كتير، أما على أوضاعه المادية كمان في تحسن ملموس هذا الأسبوع خاصة يوم الأربعاء والخميس، ما ينسى يوم الأربعاء بتدخل سمك، يوم الخميس بيدخل الرزق، يوم الجمعة رح يسمع خبر بسره كتير، هيك فصلت له يوم لمولود الجوزاء. بالنسبة لمولود السرطان بلشت تحركاته على الخارج ايضا، انا شايفه كل العالم او كل حتى الابراج عم تهجر من فلك لفلك اخر، مش بس العالم اللبنانية عم البشري بتمشوا. حتى الافلاك يعني الابراج والكواكب والانجم والمنازل كمان تاركه افلاكها على فلك هذا، ما بعرف آخر خمسين بالدنيا، ما هي الارض ضمن الافلاك يعني، مشان هيك هن كمان مكملين المسيره معنا يعني متحدين معنا ما بقولوا.
بس في عندك بعض الملاحظات رح يكون من مدرائك مولود السرطان، تغطاها شوي يا ريت. ما انت منك عصبي انه هو ما ايه، بس ما بعرف ليش بدهم يستفزوا. في واحد حيكون في حاله استفزازيه من احد الاشخاص لمولود السرطان، فبقول له يمسك اعصابه لانه ممكن ينزع كل اللي بناه بهالشهرين ثلاثة. هو ما صاروا زمان بالعمل اللي هن ما صاروا زمان، يتحمل شوي لانه ممكن يكون هيدا الشخص الاخر استفزازي حابب يشيله من مكان عمله. يمكن في كثير موارد سرطان عم تمروا بهيدي الحاله، وانتبهوا من هذا الموضوع. بكون انا هيك جيت نبهتكم انه هيدي حاله استفزازيه ولا مؤامره عم تتدبر عم تحيك ضدك. بالنسبه لمولود الاسد، الاسد اللي هالفتره اللي عم بيكون على مش عم بينام، راح يكون على نوم ابدا. ما في نوم ما في نوم ما في نوم، هذا فينا نقلها لمولود الاسد. ليش؟ لانه الكوكب القمر بيكون بلش بالمحاق، فعليه انه يكون حذر جدا. وكثير بدي اقول للمواليد اللي عم يسمعونا، ما تسافروا ايام القمر بالمحاق. هلا في ناس ما بيعرف شو معنات المحاق، وهو بياخذ من انا قبل الاسبوع الماضي في تشارك مع بعضهم، حيكون في دائما ترابط مع بعضهم، لان كوكب الشمس والقمر لينا في كثير ترابط مع بعضهم، وهن ظاهران العيان، هن اثنين اللي بنشوفهم دائما. الشمس ما بنقدر نطلع فيها قد ما انها هي قويه، بس القمر بنقدر نطلع فيه. فالمواليد الاسد والسرطان كمان ما تسافروا، يعني ما يعملوا سفر هالاسبوع، لانه بالمحاق السفر والزواج ينتبهوا منه. المحاكاة لما بيعرفوا شو معناتها، يعني لما بيختفي القمر ما بنقعد نشوفه، لا يختفي يومين ثلاثة بيرجع ليجي الهلال. لما يطل الهلال ساعتها يقولوا ربي وربك الله، كلهم يدعوا مواليد السرطان والأسد ويدعوا دعوتهم كثير مهمة لما يطلع المحاك. بس أجل سفرك مولود الأسد إذا أنت على سفر، أنه حتكون مدعو لسفر للخارج، أو إذا مضطر ادفع صدقة قبل ما تمشي على مدة يومين واتكل على الله. ما بدي اوقف له سفره هلا علشان يمكن واحد بيقول لك انا ما راح اخذ بالمحاق اللي عم تحكي فيه هلا. بس هيدا الشغل كثير مهمة، في ناس هيك بيكونوا رايحين على شغل متفقين ليمضوا، بيسافروا اول يوم المحاق، ثاني يوم المحاق بدهم يمضوا او اتفاق او شيء، بتفرط القصة. ما بنكونش عارفين من مكان، لكن متفقين من شهر ما كمل المشروع، فهيدي بكون ايام المحاق. كمان ما بدهم يتزوجوا، بيتزوجوا بهذه الايام بعد شهر شهر بنسمع انه طلقوا. طب ما كانوا بحبوا بعض تزوجوا، لانه تزوجوا بايام المحاق. فالتزويج وهذا، او يذبحوا ذبيحه، يذبحوا خروف اذا اضطر الامر. في شغلات بيقدروا يعملوها، رح نوقف لهم امورهم كلها. اما بالنسبه لمولود العذراء، قبل ما نقطع على الازرق عذراء، خلينا نعطي لبرج السرطان ارقام. لبرج السرطان بعطيه رقم 2، رقم عم نعطي للسرطان ارقام، ايه رقم 2، رقم 13 اللي يعني بخافوا منه كثير. اذا 13 الهجري ما تعملوا فيه شيء، بس 13 فيكم تستعملوا ارقام حظ ما في اي مشكله. 23 27 34 38 و40. اوكي، فاذا هدول لا سرطان. هلا بدنا نقول العذراء. العذراء هاي الاسبوع مولود العذراء عندك انتقال لبيت، للي كثير عم بيفكروا انه الانتقال بيكون منيح لكم ايام الشمس، يعني مثل ما بيقولوا انتهزوا هالفرصه طالما ما عندكم شيء اي تعملوه، الا انكم تنقلوا اموركم لبيت جديد او عفشكم لبيت جديد. اما انكم تشتروا فيا ريت يكون الشراء، انتبهوا هذه الايام كثير عصيبه، تشتروا بيوم الخميس او يوم الجمعه او يوم الاحد، وافضل شيء يصير الدفع والاتفاق. هلا يمكن برا بصير بيشتغلوا البيع والشراء، بلبنان يعملوا يدفعوا يوم الاحد على طول، وخاصة هذا الأسبوع لمواليد العذراء. أما بالنسبة لمولود محسن، حطك على أحسن ما يرام مولود العذراء. بالنسبة للميزان، مولود الميزان عندك بعد الانفراجات المادية كتير، عندك اتفاقات خارج أرضك، ما رح تحتاج حدا ماديا. البعض اللي عليهم ديون رح تتسكر ديونهم قريبا إن شاء الله، وبعد الفحوصات مثلك مثل الجوزاء رح تقوم فيها، ولكن كمان حتلاقي
عكس ما انت متخيل. بالنسبه لمولود العقرب، العقرب، مولود جديد بيدخل على بيتك، مولود عقرب اذا انت كنت حامل او احد افراد عائلتك حامل، هالمولود راح يكون ان شاء الله صبي وحيحمل الخير لإلك او للبيت اللي بده يدخل عليه او لكل واحد بيحمل هذا المولود. يروح يفتشوا هلا مين رجل ست العقرب بدها تولد هالاسبوع، يحملوا لها ابنها لانه راح يجي الخير من هالولد على كل واحد بيحمل هذا الولد، وخاصه عم يخلق بايام الشمس كثير منيح انه الولد. شوف في اشياء كثير بايام الشمس مش منيحه نعملها، وفي اشياء مهمه بتعكس علينا ايجابيات لما بيقدم مولود، ولما بندخل سمك على البيت يوم الاربعاء كل الاربعات دخلوا سمك حتى اخر اربعاء، مع انه انا اخر اربعاء بقول لهم ما يعملوا في شيء لانه شيء فرعوني، لانه اربعاء فرعوني. بس بالنسبه للاسماك وللرزق لا ما دخل هذا الموضوع، فيكم تمشوا فيه. بالنسبه لمولود الكاوس امورك عم تتحسن ان شاء الله، وخاصه امورك النفسيه وامورك الماديه على احسن ما يرام. بلشت تنتج شوي شوي العمل اللي عم تفكر فيه انك تسويه داخل او خارج ارضك، انا شايفته برات ارضك افضل من داخل ارضك، وراح يكون اسرع. وخاصة العقرب اللي يا رب الكوس اللي بلبنان، تأجلوا أموركم وفضل أن تعملوا أعمالكم برا إذا كان عندكم شريك، وما تفكروا تعملوا لوحدكم بأرضكم تتمسكوا بهذا الموضوع، خاصة بس بلبنان، اللي بدول تاني بأي بلد كان فيكم بأرضكم فيكم بغير أرضكم. مولود الجدي سفر استجمام بينك وبين الشريك، بينك وبين اصحابك، رحله صيد سمك ان شاء الله تعملها يوم الاربعاء، كثير منيح قدامها. يمكن بيروحوا سبت واحد يعني بيروحوا الويك اند، بس اذا هو حب هيك يعملها، اذا هو دائما بيزرع على البحر وبيعمل رحلات مع اصحابه وعنده يخت او اي شيء، فيا ريت اليوم الاربعاء لانه بيكون خير ويوم مرزوق فيه. وايضا اذا اكلوا سمك، انا قديما على اليخت بياكلوا سمك لما ياكلوا اسماك، صح؟ لانه بيلحقوا المكان، ما معقول يجيبوا لحمه مشويه لا او فروش مشويه، بده شيء بيتناسب على الاجواء، بيتناسب على الاجواء. اذا بحال واحد ما بحب الاكل شو بده يعمل؟ بياكل بيتزا او باستا، بظبط وضعه بظبط وضعه. طيب المهم بتحب ولا ما بتحب، المهم بتدخل سمك على اليوم الاربعاء تعمل رحلتك، لانه الرحله بتاعتك رح تجيب لك رزق ورح تجيب لك فرح بنفس الوقت. بدي اقول لكل الصيادين لينا، طالما عم نحكي عن السمك وعن الصيد عن اليخت وهيك واللي بيروحوا بالشخطوره، ما بعرف شو بيقولوا لها الفلوقه او شيء، ايه فلوقه ف وما رميت اذا رميت لكن الله قد رمى، هذه الآية تقروها لصيادين السمك بس ممكن ترموا شباككم عند الليل أو عند الفجر ليطلع السمك، أو بالليل دائما تروحوا آخر الليل. وما رميت إذا رميت لكن الله قد رمى، بتقروا هذه الآية 7 مرات وترموا شباككم وإن شاء الله بتشوفوا الخير رح يطلع بإذن الله. هيدي في بعض الآيات يمكن الواحد ما بيقدر يدخل فيها أو ما بيقدر يفسرها، بس هيدي لصيادين السمك، وفيكم تقولوها للرزق بس هيدي مخصصة لصيادين السمك، استعملها وقراها 7 مرات فرزقك رح يكون وفي ان شاء الله. يكون تجار السمك عم يسمعوني او اللي بيعرف تجار السمك من قرايبين ودوا لهم هيدي المعلومة لانه كثير منيح، بس ما ضروري يوم الاربعاء اي يوم ان كان، لانه كنت دائما صيادين السمك بيروحوا او تجار السمك كل يوم، فيكم تقولوها كل يوم. بالنسبة لمولود الدلو، نعم صادرة والواردة عم ترتفع كثير، عندك جاذبيتك انت بجمال خارق هالاسبوع، هندامك حلو، مقابلاتك حلوة، بتلبس لون الكحل كثير منيح لإلك ولون الرمادي. بعد لي هذا الاسبوع اللون الاسود لانه ما رح يناسبك بالشغل، اي شيء بدك تعمله او باجتماعاتك ممكن يفرض لانه الكريم ما رح يتقبل اي هذا الشيء، ولكن الرماد البترول كثير منيح والرماد الفاتح واللون الكحلي الفاتح او الغامي بيناسبك كثير مولود الدلو. بالنسبه لمولود الحوت، في عرس ببيتك، في خطوبه ببيتك، في حفله ببيتك، مع انه هالفتره الناس بيقولوا قال مش عم يعملوا حفلات، لا عم تعملوا حفلات كثير ما تخافوا، فانتم مواليد الحوت اكثر ناس رح تعملوا حفلات بيتكم هالاسبوع ان كان اوت دور ولا اندور،
ما بيأثر، بس حصن حالك من العين والحسد، لأنه أنت أشيائك حلوة كثير. إذا ما كنت، إذا أنت ما كنت بهالجمال، فأشيائك وببيتك عندك جمال الأكبر، فانتبه لهذا الموضوع. حصن بيتك، حصن نفسك، وحصن ولادك قبل ما يدخلوا الناس بحبينك كتار وحسادك أكتر، اللي هن بيحبوك بيحسدوك. فآخر أسبوع في رزقة كبيرة لمولود الحوت، كمان ما عملها منا بالحسبان أبدا، فكتر من أكل العنب هالأسبوع لحتى تكون مرتاح. مولود الدلو كمان تاكل البطيخ الأحمر حتى كل الأوجاع تظهر، هذه ما مرقت لك إياها، تظهر كل الأوجاع اللي عم تحسها بدون أي أسباب. اوكي، شكرا جمانة، شكرا شكرا لك. لمتابعتكم.